زينب عليها السلام من الشام إلى المدينة، لا زيارة الأربعين ولا كربلاء. أولا، القمي متيقن من رحيل زينب والسجاد والآل عليهم السلام من الشام إلى المدينة. ثانيا، المفيد يسبق القمي في نفي زيارة الأربعين والمسير إلى كربلاء. ثالثا، الشيخ الطوسي يؤكد لا كربلاء لا المسير لا زيارة الأربعين. أليف، بدون أي شك ولا تردد أكد الشيخ الطوسي على رجوع زينب والسجاد والعيال عليهم السلام من الشام إلى المدينة. باء، فلم يذهبوا عليهم السلام إلى قبر الحسين عليه السلام ولا زيارة الأربعين ولا كربلاء ولا العراق. جيم، في مصباح المتهجد قال الطوسي: صفر، في اليوم العشرين منه كان رجوع حرم سيدنا أبي عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام من الشام إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. دال، في منتهى الآمال قال القمي: الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والكفعمي قالوا إن حرم أبي عبد الله الحسين عليه السلام رجعوا من الشام إلى المدينة. ها، إذن الطوسي مع المفيد والقمي وباقي العلماء ينفون المسير إلى كربلاء وزيارة الأربعين، فمن أين جاء الأخبارية المدلسة وفضلتهم الفاحشة الشيرازية بأكذوبة مسير زينب والسجاد والآل عليهم السلام إلى كربلاء وزيارة الأربعين؟ قال سبحانه وتعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت. المهندس الصرخي الحسني.